استمرار للجهود الأمنية لمواجهة الجرائم الاقتصادية التي تدور بالاقتصاد الوطني، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في هذا الإطار، والتي أسفرت عن ضبط 3 تشكيلات عصابية بسوهاج والإسكندرية لقيام عناصرها بالاستيلاء على 29 مليون و500 ألف جنيه من مواطنين بزعم استثمارها لهم في مجالات تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية والمستحضرات والمستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها، إلا أنهم لم يسددوا تلك الأرباح، كما امتنعوا عن سداد أصول المبالغ المستولى عليها. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية لقيام عناصره بالاستيلاء على قرابة 10 ملايين جنيه من مواطنين بطرق احتيالية، وأعلن التشكيل عن نشاطه عبر المنصات الإلكترونية بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة الإلكترونية بالبورصات العالمية، وتلقى تحويلات مالية وإيداعات من ضحاياه. وقام عناصر التشكيل بإغلاق تلك المواقع عقب الاستيلاء على هذه الأموال. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابي بسوهاج لقيام عناصره بالاستيلاء على قرابة 17 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري والتجارة مقابل أرباح متفق عليها، توقفوا عن سدادها، وكذا سداد أصول المبالغ المستولى عليها. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالجيزة لقيام عناصره بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الذهب نظير منحهم أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المستولى عليها. وفي إطار مواصلة الجهود الأمنية لمواجهة جرائم الاختلاس، فقد نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط موظف بإحدى الشركات بسوهاج لقيامه باستغلال طبيعة عمله كمندوب مبيعات بالشركة، واختلس 1,600,000 جنيه قام بتحصيلها من عملاء الشركة، وامتنع عن توريدها مستوليا عليها لحسابه الشخصي دون وجه حق. وفي إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة مقاولات بالقاهرة اتخذ الشركة ستارا لإخفاء نشاطه غير المشروع في مجال تحويل الأموال من خارج البلاد والإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم ضبط 6 ملايين جنيه بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.